شادي 7 سنين بدبي من ال 2010 اليوم 2017 صح الايام عم تمر بأنتريكوت كافيه دو باري اللي هو معروف بالصوص المشهور السريه غنى خبرنا اكثر عن المطعم صح جميل اهلا وسهلا فيك انطوني شرفتنا بس بمختصر مفيد انا حخبرك عن الصوص اللي هي اهم شيء هي صوص التكارا مستر بوبيا 1930 بجنيف بمطعمه دوري مون بلون وهالصوص هي نالت شهرة عالمية بسرعة هي بتتقدم مع الانتركوت اللي هي بوفيلي انتركوت ستيك وبيجي معها اكيد بالاول السلاد بيرجع الفريد اللي هن انليمتد نحن بنحضرهم عنا هون بالمطعم وهي هالفكرة البسيطة هي وان منيو وان سنجل منيو يعني اللي بيجي لعنا انتركوت عارف شو جاي ياكل جاهزة اللحمة ميديوم ولعنا النار وبتجي شقفتين بالصوص صح 200 جرام صح 200 جرام لكل واحد صح 100% عظيم ميديوم انت بتحبها ميديوم هلا في البعض بحبها ميديوم ويل او ويل حسب سو قدام الزبون بتتسخن بتنبرم تشرب مظبوط صح نحن بنحطها على البرنر لتضل سخنه اوكي وكمان بنقلبها مع الصوص لتتعشق بعضها وهلا بيجي كمان البطاطا مقليه البطاطا نحن بنعملها رفيعه معروف كثير البطاطا وبالاخر الناس بدها تاكل الصوص مع البطاطا اكثر من اللحمه 100% فبتصير تحط صوص على هيدي البطاطا تشربها مزبوط عشان هيك انا حاسبقك واطلب منهم صوص زياده دائما اكسترا باتر صوص الفريت كثير صغيره معروفه صح مع قرش غير شكل ملحه مزبوط اللحمه تسمح لي انطوني ودائما دائما دائما اطلبوا صوص على جنب 100% ايه وبنحط الصوص على الفريتات اكيد اوه شغلة مهمة ريدي عظيمة هيدي الصوص اللي قد ما جربوا العالم وقد ما بالبيت جربنا نعملها ما بتزبط مظبوط عشان هيك نحن السلوغان تبعنا توجور ايميتيت جامي ايجالي always imitated never equal شو بيقولوا في اكثر من 21 او 20 سبايس في اكثر من 20 انجريدينت يعني انا شخصيا بدي اصلي بالمطعم ما بعرف شو هن الانجريدينت فيري نايس انطوني بالاذن منك يعني بعرف بحضر لك هلا سيربريز بدي فوتك على المطبخ مطرح ما حدا فات لحد واو مش بس دقتها مش بس عشتها رح فوت على المطبخ لاشوف كيف الاشياء بتنشغل وهي الصوص كيف تجي من جنيف هو مطبخ صغير بس كل التحضيرات بتصير هون. شيف كارلو، how are you? No, I'm fine, thank you. Tell me more about your kitchen. Yes. First, we have to bake the, our bread. حتى الخبز بنعمل هون طازة. The fries you cook, the fries? Yes, sir. كل البطاطا بتنقص هون. This is the pepper. هيدا البطاطا مشهورة. واللحم بالاخر. أول مرة بشوف هذا الجريل، very nice grill. منه فلات حديد، ما فيه شاركول تحته، بس ريزيستانس واحد حد الثاني. والمطبخ كثير نظيف، بيفتح الأكل. بالمطعم ما بعرف شو هن الانجريدينت. Very نايس. أنطوني بالإذن منك يعني بعرف بحضر لك هلا سيربريز، بدي فوتك على المطبخ مطرح ما حدا فات لحد. واو، مش بس دقتها مش بس عشتها. رح فوت على المطبخ لاشوف كيف الاشياء بتنشغل وهي الصوص كيف تجي من جنيف هو مطبخ صغير بس كل التحضيرات بتصير هون شيف كارلو، how are you? No, I'm fine, thank you.
Tell me more about your kitchen. Yes. First we have to bake the, our bread. حتى الخبز بنعمل هون طازة. The fries you cook, you cut the fries. Yes, sir. كل البطاطا بتنقص هون. This is the pepper. هيدا البطاطا مشهورة. واللحم بالاخر. أول مرة بشوف هذا الجريل. A very nice grill. منه فلات حديد ما فيه شاركول تحته بس يزيد طاقة واحد حد الثاني. والمطبخ كتير نظيف. يلا دسات عطريني برا. الفوندون شوكولا وبروفيترول شوكولا. هودي الديزرت نحن اكثر شيء مشهورين فيهم. حلو كثير. فريدي وين ببلش؟ بلش هون؟ بلش هون. بلش هون؟ تحتين. واو. لازم هلا الكاميرا تشوف هالشيء. ولتكمل الاكسبيرينس كمان الشاي. بنصحك